قم بتحليل x تربيع ناقص 49 y تربيع. ما هو مثير للاهتمام هنا هو أن x تربيع عبارة عن مربع كامل، إنه عبارة عن مربع x، كذلك فإن 49 y تربيع هو أيضا مربع كامل، إنه عبارة عن مربع 7 y. لذا يبدو أن لدينا شكل خاص، وهو كما يحدث عندما نأخذ A زائد B مضروبة في A ناقص B. إنني أقوم بكتابة الحالة العامة حتى يكون بإمكاننا أن نرى النمط هنا، وهذا سيكون A ضرب A أي A تربيع زائد A ضرب ناقص B أي ناقص A B زائد B ضرب A، وهذا يساوي مرة أخرى A B. ومن ثم لدينا ناقص B ضرب B ما يساوي ناقص B تربيع. الآن العبارتان الموجودتان في الوسط يتم حذفهما، أي AB زائد ناقص AB، ويتبقى لدينا A تربيع ناقص B تربيع، وهذا هو النمط الذي لدينا هنا، لدينا A تربيع ناقص B تربيع. وفي هذه الحالة A تساوي X و B تساوي 7 Y. إذن لدينا X ناقص 7 Y تربيع. بإمكاننا أن نوسع هذا كفرق بين مربعين، أو أن هذا هو اختلاف مربعين، يمكننا أن نوسعه هكذا. إذن يساوي x زائد 7 y مضروبة في x ناقص 7 y. ومرة أخرى إننا نقوم بعملية تماثل نمطي استنادا إلى هذا الإدراك هنا. إذا أخذت A زائد B مضروبة في A ناقص B سأحصل على فرق بين مربعين، هذا هو الفرق بين مربعين، وعندما أقوم بتحليلها يجب أن أخرج شيء يبدو هكذا. A زائد B مضروبة في A ناقص B، أو X زائد 7Y مضروبة في X ناقص 7Y.